حاجة رجل السياسة يكون إنسان ثقة، يكون إنسان سيريو، ويخمم في المستقبل نتاع البلاد هذه. لأن تقريبا أنا نظن أنه من الاستقلال إلى يومنا هذا ما لقيناش حتى رجل سياسي يقوم بواجباته كما كرجل سياسي. aujourd'hui il y a plus de sérieux. الاغلبيه نتاعهم لا بلوبار نتاعهم يفركسوا كان على مصالحهم الشخصيه، ويعني سي هذاك علاش تونس ما لافونس با، يعني ما تتقدمش تونس. تو سبحان الله عندنا 70 سنه تقريبا وبتت بلوس من اللي استقلينا اكثر من 70 سنه، تونس ما تبدل فيها حتى شيء. يا غير كي شونجي المنصب يلزم ما يشدش فيك، شد فيه برشا، ما يتلهاش كان بروح، يلزم يتلها بشويه الشعب. يلزم عنده كلمه، يكون قد الكلمه والمسؤوليه اللي عطوها له العباد. دبلوماسي ويكون يعرف يتصرف فهمتني في الاقتصاد نتاع البلاد، ويكون فهمتني المسؤول الاول رئيس حكومه مثلا هو اللي باش ينسق بين الوزراء، ويقدم فهمتي اقتراحاته ويسمع الناس. لازم يكون عنده قوه شخصيه باش معناتها يوصل يقدم بالبلاد ويطلع اقتصاد البلاد، ويكون عنده مواقف جريئه. الثقه ثاني حاجه تكون جديره بك المنصب هذاك. الى يومنا هذا ما شفت حتى يعني رجل سياسي فيه يعني الكفاءات الكامله باش يقوم بالشيء اللي تكلمت عليه، ما ثماش مازال. يلزم ربما شاهد، ربما مي يلزموا يعني دي جون كي لونتور، مي يفو با يحط حشاك لي فيي كاركاس اللي ما هي مرميت هذوما يحطهم دايرين بيه. يلزم يلو يفو دي جون، هو الي جون يلو يفو دي جون 30 40 اون، الناس مثقفين يشوفوا المستقبل وقادرين ربما بعد عشرات السنين باش يقوموها البلاد هذه، باسكو سي با دي جور لوندمان، مي يلزمهم مده طويله. اذا كان يحبوا يقدموا بالبلاد يتجندولها. تونس تحب رجال ونساء متجندين باش فهمت يقدموا بالبلاد، ما يحبش فهمت هذوما المسؤولين نتاع المناصب والمكاسب. يحب رجال تدقدق الجبال، الصبر يخلقوه وبالهم يطولوه حقهم يفكوه. احمد نجيب الشابي عنده كاريزما باهيه، ينجم يكون من الصف الاول ويقدم بالبلاد. كلثوم كان نجم تتقدم مثاله، وعندها انا نشوف فيها هذيك مرا هيله، معناتها عندها شخصيه قويه. اذا كان نحن ننتخبوهم ويظهروا ما عندهمش كلمه، ما عادش باش نعاودوا ننتخبوهم. الكل ما تلقاش حد عنده كلمه. يوسف الشاهد ومن بعده سي رئيس الجمهوريه. صدقا اي صدقا ما فماش، ما فماش خاطر هيك ترى في البلاد. فهمتي كما الشابي، كما نجيب الشابي نقصد، كما فهمتي محمد عبو، فما مجموعه هايله تنجم تعطي لتونس الى ابعد الحدود. ما نقعدوش نموتوا مع الاربع كعبات اللي نعرفوهم، اما هذوما ولا نموتوا، ما نموتوش، ماناش باش نموتوا في تونس. وماهوش باش يجينا الفلاس، والامل موجود كما في العمال، كما موجود في الانتريتي، كما موجود في الشباب، والشباب والخبره كلها تمشي مع بعض والحمد لله.